ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ الفيديو بتاع النهاردة هنتعلم ازاي نحط ويب سايت على AWS من غير دوكر ومن غير اي حاجة تانية. اول حاجة محتاج تعملها انك تعمل اكاونت على AWS. هسيب اللينك ده في الديسكريبشن، تقدروا تخشوا عليه وتعملوا create account. وانت بتعمل الاكاونت هيطلب منك تدخل payment method. لو حطيت create card غالبا هياخد دولار واحد بس. لو افترضنا ان انت عندك اكاونت، هنيجي هنا نعمل sign in على طول. اول ما هيفتح هيظهر لنا بالمنظر ده. على اليمين فوق هتلاقي اليوزر نيم بتاعك والريجن اللي انت داخل منها. الريجن دي ممكن تبقى في اي دولة حسب انت متواجد فين، فبتشوف اقرب مكان ليك فين وتختار الريجن دي. النهارده مش هنشرح AWS لان في حاجات كتير جدا، هوري لكم ازاي بس تقدر تحط الويب سايت بتاعك على AWS وتعمل له ببلش. بعد ما نعمل لوجن هندور هنا على سيرفيس اسمها S3 باكيت. ندوس هنا كده اللي هي موجوده هنا. S3 باكيت دي ده المكان اللي بتقدر تعمل عليه ابلود للويب سايت بتاعك. هنيجي هنا نعمل كرييت باكيت، هنديها مثلا اسم. هنيجي هنا نعمل ان تشيك على بلوك اول بابليك اكسس عشان نقدر نعمل ببلش للويب سايت. اي اكنولدج وهعمل كرييت باكيت. الاسم محتاج يتغير، غيرنا الاسم تمام كده عمل باكيت. هندخل جوه الباكيت دي هنلاقي هنا ابلود، ده المكان اللي انا بعمل فيه ابلود للويب سايت بتاعي. فانا عندي هنا ويب سايت جاهز، ويب سايت ده احنا فتحناه قبل كده مع بعض في كذا فيديو. ويب بيج عاديه خالص HTML ما فيهاش اي حاجه. هنعملها كومبرس لدوت زيب فايل. انا عملتها كومبرس هنا لدوت زيب فايل، وهنيجي نعمل ابلود ونعمل الفايل ده هنا ونقول له ابلود. وانس دان الخطوة اللي بعد كده هنعمل key pair. الكي بير ده الكي اللي انا بستخدمه عشان اقدر اخش SSH على ال EC2 اللي انا هعمل لها create. فهاجي هنا كده على EC2 وهدور هنا، هلاقي هنا في key pair key pairs، وهاجي اقول له create key pair وهديله اسم وهسيب ده RSA وده .pim وهعمل create key pair. انا اوريدي عامل واحد فمش هعمل واحد تاني، بس انت اول ما بتعمل create key pair هيجيب لك فايل يتعمل له داونلود عندك على الجهاز. الفايل ده اللي انت بتستخدمه عشان خاطر تكونكت SSH على الانستنس اللي انت هتعملها كرييت. بعد ما نعمل كي بير هنطلع هنا عند انستنسز وهروح اعمل لانش انستنس عشان اكريت نيو انستنس. هختار اول واحده امازون لينكس AMI، هسيب هنا تير 2، نيكست نيكست برضو. اجي هنا اد تاج يلو نيم سميه كامينج soon website. هعمل كده، هاجي هنا في ال security group. انا اوريدي عندي SSH، هكريت كمان HTTP وهسيب الديفولت زي ما هو وهعمل review and launch. بعدين launch هيجي هنا يقول لي choose an existing key pair اللي انا عملت له كرييت ولا هتكرييت من اول وجديد. لو انت ما كنتش عملت كرييت تقدر تيجي في الخطوه دي وتعمل كرييت. لو كنت اوريدي عملت كرييت هتشوز اكزيستنج وتختار اسمه اي اكنولدج ونجريت. هي هتاخد شويه لحد ما يظهر هنا رانينج. هنا لحد دلوقتي هي بيندينج، اول ما تبقى رانينج هتبقى جاهزه ان احنا نشتغل عليها. طيب هي دلوقتي خلاص شغاله. عشان اقدر اكونكت SSH لازم اكون انا اصلا منزل عندي SSH. فخلينا نفتح التيرمينال وهتعمل sudo apt install SSH. انا اوريدي منزله. بعد ما تنزل الـ SSH لازم تتاكد ان الـ SSH configuration مظبوطه. فهنعمل sudo vim etc ssh ssh underscore config. هيفتح لنا الـ configuration. اتاكد ان الحاجات اللي انا هعلم عليها دي تكون معموله بنفس الطريقه. password authentication تكون yes، لو معمول comment هنا شيل الكومنت، ولو no اعملها yes. challenge response authentication no، وpub key authentication yes. في الاخر خالص الـ API authentication yes. اتأكد ان دول موجودين كده ومعمولين بنفس الطريقة، وبعد كده سيف واطلع. لو عملت اي edit في الـ SSH config file لازم تيجي هنا تعمل system ctl restart SSH. هيطلب منك تدخل الباسورد وهيعمل restart. طيب عايزين دلوقتي نكونكت على الماشين. هنكونكت ازاي؟ انا اوريدي عملت داونلود الـ PEM file، الفايل اللي هو .pem من SSH اللي هو الكي بير. عملت له داونلود وحطه في الهوم عندي دايركتوري. لو جينا نعمل كده هلاقي اهو ssh.pem هو ده الفايل اللي انا هستخدمه. فهاجي اكتب ssh-iec2-user وهناخد ده الببليك اي بي فيرجن 4، هناخده كوبي. هو ده اللي هنعمل عليه كونكت.
هنا ssh-i وبعدين الفايل نفسه ssh.pim وبعدين ec2user وبعدين الIP. نعمل كده yes. كده انت جوه الماشين الانستنس اللي انت لسه عامل لها كرييت دلوقتي. الخطوه اللي بعد كده احنا محتاجين ايه عشان نقدر نشغل ويب سايت؟ محتاجين ويب سيرفر يا انجن اكس يا اما اباتشي. هنستخدم دلوقتي اباتشي. هروح للروت هقول له sudo su انا كده روت. انا هقول له m update -y. تمام. بعد ما اعمل ابديت هنزل الاباتشي. اقول له يم انستول httpd-y عشان اتاكد ان الاباتشي موجود وشغال. فهقول له سيرفيس httpd status اقول له ستارت كده اشوف status تاني هلاقيه دلوقتي running. لو انا جيت دلوقتي بعد ما شغلت الاباتشي وخدت الاي بي ده دخلت عليه كده هنا هلاقيه فتح لي البيج بتاعت الاباتشي. طيب احنا عايزين بقى نريبليس البيج دي بالويب سايت بتاعنا. هنيجي هنا في التيرمينال عايزين نروح للدايركتوري بتاع الاباتشي. فهو بيبقى موجود فين؟ هقول له cd change directory var www html. خلينا نعمل كلير كده. هو ده المكان اللي احنا عايزين نحط فيه الويب سايت. طيب هنروح على الاس 3 باكت اللي احنا عملناها وهندخل كده جوه ده وهنيجي هنا هلاقي فيه لو عملت كده هلاقي كوبي يو ار ال. اوكي فهكوبي اليو ار ال بتاع الزيب فايل اللي انا عملت له ابلود على الاس 3 باكت وهرجع تاني على التيرمينال هقول له w get عشان اعمل داونلود للفايل وهعمل بيست لللينك اللي انا عملت له كوبي. طيب هو عمل ايرور عشان خاطر ده مش public. خلينا نعمل ده public. هنيجي هنا اقول له action make public. تمام كده public فاقدر اعمل له access. اقدر access لينك. لو جينا عملنا كده تاني هيعمل داونلود. تمام لو عملنا كلير وجينا نشوف هنلاقي موجود هنا الفايل. هاجي هنا هعمل انزيب واسم الفايل. تمام لو جيت عملت كده هلاقي الفولدر نزل لوحده وده الفايل اللي احنا عملنا له داونلود. طيب انا دلوقتي عايز الحاجة اللي جوه الفولدر coming soon ده تبقى بره هنا كلها كده في html عشان خاطر البابليك بيقرا من الفولدر ده من ال html ده. فخلينا الاول نشيل ده عشان ما نتلخبطش اللي هو الزيب فايل كده. عندنا الفولدر بس لو جينا نخش جوه الفولدر هنلاقي الindex.html وباقي الفايلات. طيب انا عايز اعمل ايه؟ عايز اخد كل الفايلات اللي جوه coming soon احطها في الدايركتوري اللي انا واقف فيه دلوقتي ده. فهقول له move واكتب اسم الفولدر coming soon وبعدين استريك عشان ياخد كل اللي جوه coming soon وبعدين space وهقول له dot في الدايركتوري اللي انا فيه. فاعمل move لكل الفايلات اللي موجوده جوه coming soon ده واعملها paste في المكان اللي انا واقف فيه ده. لو جيت عملت كده دلوقتي هلاقي كل الفايلات اهي وهلاقي الفولدر coming soon ده فاضي مفيش حاجه نقدر نشيله. اوكي لو جينا بقى دخلنا على اللينك ده تاني الاي بي البابليك اي بي وعملنا ريفرش هنلاقي البيج بتاعتنا شغاله. ده كان شرح بسيط كده ازاي تقدر تحط الويب سايت بتاعك بسرعه على AWS. لو قابلتك مشاكل وانت بتكونكت SSH انا هسيب لينكات في الديسكريبشن هتساعدك وانت بتعمل ترابل شوت. كل الستبس اللي عملناها في الفيديو ده هتبقى موجوده على ريبوزيتوري دي هنا تقدر تخشوا على الويب سايت بتاعي johnnydev.com.
تدخلوا على DevOps Tools Documentation، هيدخلكوا على Repository، هيبقى في فولدر هنا اسمه AWS فيه الستبس كلها. واخر حاجة، ياريت يا جماعة لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتعملوا له شير، خلوا الناس تستفيد. ولو حد عنده اي سؤال او عايزيني اشرح حاجة معينة ياريت تسيب كومنت، وما تنسوش تعملوا لي فولو على لينكد ان وعلى انستجرام. وشكرا جدا، مع السلامة.